إذا بعد اكتمالنا لقسم المشتريات ننطلق للمبيعات. مبدئيا نحتاج إلى العملاء، فخلينا نضيف الفورمات اللي احنا راح نحتاجها من العملاء. وطبعا راح نبدي نعتمد على نفس الفورمات اللي هي موجودة للموردين، نعكسها على العملاء حتى نستفيد من ترتيب الكود والحقول، أيضا هي نفسيتها مع بعض التغييرات. خلينا نذهب هنا على السبلاير بالنسبة لي هنا، وأخذ من هذا كوبي ثم أضعه بيست، ثم نغير الاسم الخاص فيه، نبني بتغييره إلى العملاء. نقول هنا عندنا FRM Customer، مثلا نقول CUST أوكي أو CUS، ثم أبدي بأخذ الاسم وأبدي بتطبيق على الملفات الخاصة في هذا الفورم. فنبدي نفتح داخل متصفح الملفات، وأبدي بتغيير اسم الكلاس. هنا اسم الكلاس، وأيضا اسم الكونستراكتر مشيد الفئة كترال اس. نفس الكلام نبدأ نطبقه على الاد. هنا ناخذ كوبي من عنده ثم اضع بيست هنا اوكي، وابدي ادخل عليه. خلينا نحذف هنا الاد، انتقل الى هنا وابدا اقول له سي يو اس، ثم اخذ هذا كوبي اوكي. نذهب الى متصفح الملفات ونبدا ايضا بتغيير اسم الكلاس داخل ملف سي اس هنا، وايضا داخل بالنسبه للكونستراكتر، وايضا بالنسبه الى الديزاينر كثر الاس لعمليه الحفظ. نبدا نعمل ريفرش، نتأكد انه كل شيء عندنا تمام. ابدي افتح الاد اوكي تمام. نفس الكلام ابدي اكرر على هنا، اوكي تمام. الان اتجي الى الصفحة الرئيسية المين، وابدي بتضمين الصفحة الخاصة في العملاء. اتجي الى المشتريات، اخذ هذا كوبي نرجع على العملاء، نعمل الايفنت الخاص فيه ثم اضعه بيست، واعمل انيشيلايز بالنسبة لي الفورم الخاص في العملاء في الاعلى هنا. اعمل كوبي لهذا ايضا اكرره، وراح نقول له هنا بدلا البي يو ار اعمل لنا انيشيلايز على سي يو ار اوكي. وطبعا هذا راح يكون نيو من عنده اف ار ام سي يو اس، وهذا راح يكون نيو من عنده. ايضا نبدي بتغيير هذا الى سي يو اس، ابدي باخذ كوبي انزل الى هنا الكود او الايفنت الخاص في التضمين، وابدي بتغيير الى سي يو اس، وايضا اغير هذه الى العملاء تمام. اذا هذا تقريبا كل شيء نحتاجه في عملية التصميم، اذا هي عملية مكررة نوعا ما.